السلام عليكم ورحمة الله. الجهاز فاتح لكن عليه إيميل وإحنا ناسين الرقم السري. هنشوف الخطوات في تغيير الرقم السري أو إزالته والخروج من الإيميل من الحساب الآي كلاود. هنفتح الإعدادات ونفوت على أول خيار الاسم، هنفوت على باسورد أند سيكيورتي. تمام، هيفتح معنا صفحة هنختار تشينج باسورد، تغيير الرقم السري. هيطلب منا رمز الدخول تبع الجهاز، الرقم السري للجهاز 2580 أنا حاطه مثلا. حيعطينا الرقم السري الجديد وتأكيد الرقم السري الجديد. بعد الضغط عليه مثلا تحط A capital A small ورقم سري مع رمز. بعد ما تحط الخيارين حيتفعل معاك وحترجع على صفحتك الرئيسية وتنزل تحت وتعمل تسجيل خروج. يطلب منك الرقم السري، تحط الرقم السري اللي انت حطيته أول مرة ويخرج من الإيميل. تحياتي للجميع، أخوكم وسيم.